صافي ان شاء الله راح تنام. روح سعدون دور من الجهه الثانيه شوف لي اي 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 ضوء بده يشتغل باي اوضه بتكون اوضتك. روح ديبك روح صاروخ بدون بعدين انتبه عليك. جاهز جاهز. انا شو دخلني خلاص لك. في ولا ضو غرفة اشتغل. شباك وطي صوتك أذن لكم ضو غرفة شاعر وبأحلى نفسه اللي كان شغال من شوي جاهز. شو؟ لا ايه شو يعني طول بالك يعني كلها نص ساعة بتكون صارت بيبي سابع نومة ونحن خلاص. قصدك يعني بنحملها وبناخذ برات المستشفى؟ لك انت اجداد ليش نتعب حالنا ونحملها إذا خلص بالغرفة يعني بغرفتها. قصدك جوات الغرفة؟ ايه روح روح جهز الكمامات وكياس النايل والحبال يلا روح جهزهم. لك دخيل اللي بيفهم سمعوا لك هوبي سمعان. روح ركض نامي في حمامي نامي خراس انت خراس. احسن شيء اخذ لي حبتين من النوم بلكي بنفض اليوم من دون قلق ساعتين ثلاثه كمان متحمل. حاجبة فارس حاجبة. يا جماعة أنا ركبي عم يقصف. خيو أنت خليك هون لا تفوت معنا إذا بدك منيح. لك لا ترد على هذا الحكي. لك هو قلبه عم يقول حقبة أكثر منك. ولك إبراهيم بعد ما وصلت اللقمة للتم بدك تراجع يا كافر. لقمة أشوف صحن شوربة. ولك جريمة هذا تشحرنا على عيننا. ولك هي إذا مسكنا يا فامان بس وحياة جوز عيونك ما حدا يحس فينا. بعدين وينك؟ إذا تلبكنا روح وض بالسيارة وارجع البيت. بروح. تعال لحظة ليه جبنا؟ لا جبنا صغيرة. على الصغيرة. إذا حكيت كمان بتطلع. كمامة. Oh, النبي يا أبله.
ده احنا عيانين عي، انما ايه جامد قوي. في ايه يا دكتوره؟ في ايه؟ فتح يا سمسم. وين مريم؟ شو عملتوا فيها؟ مريم موجودة بس قاوبتي ما بعرف تكون موجودة. اتفقنا؟ شو تكوني؟ لا يا دكتورة، صرنا 6 ساعات عم نستناكي لتنامي، بس صرنا بغرفتك بتقولي ما بنصحكم تقربوا علي، بزعل منك. ها بتشجعكم طبعا، انا معي ليز والله العظيم معي ليز، بتنعدوا مني صدقوني. ونحن معنا انفلونزا الطيور سمعان مع الايدز، هذا شايفينه فيلم اجنبي، بس هلا رح نفرجيكي فيلم عربي غير شكل. بتقيم الكيس على راسك؟ كيف ضحينا ما اطيبها؟ لك انا مستغرب كيف حطيت الكيس؟ كيف استطعمته انت؟ خلاص خلاص طلع عيونك ومشي قدامي خلصتي. لا تلمسيني لا تلمسيني، اسمي ما اطلب صح يموتوا. شو عملوا معي؟ اخذوا الموت، اخذوا الموت، اعطيتوني اياه، اعطيتوني اياه. انا رايحه نادي للمديرة، نادي Yeah.
مع الإيد صار يضحكوا يضحكوا. يا حبيبتي بلغنا الشرطة وهن على الطريق إلا ما يمسكون ينالوا جزاءهم. بعد شو؟ عمرها ما صارت عنا ولا عند غيرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ مالك رجال؟ ليش لا ترافقنا؟ أنا رجال والدعسة فور عبتك ساعدونا. روق 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 برهو. بس الرجال بيكون عند كلمته مظبوط ولا لا؟ وأنا كنت عند كلمتي. أنا من أول ما تفوتوا قلت لكم ما بدي ما بدي ما بدي. والله فكرناك عم تدلل وخاصة إنه قلبك عم يلعب. لا سيدي مو صحيح، ما عم نقول عب عب عب. طب ليش لك ليش هربت؟ فكرت الشغلة سهلة. أيوه فارس فكر شغلة سهلة قام طلعت صعبة كتير لهيك هرب. جبان سعدون قسما بشرفي بنطب كرشك ولا حرب. طيب انا رح اجي على دعالك. ليش فتت معنا على غرفتها؟ اخي فت معكم بس كون ركبي عم يقصفوا قصف، خفت حدا يجي ويمسكنا ونروح فيها. وقت شفت الطفلة الصغيرة يا اخي ما قدرت. انت مجنون؟ اجدا في 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 شيء بعالك؟ لك نحن شو شايفنا؟ ما في ضمير لحتى نقرب على بنت صغيره؟ لك ابراهيم شو مفكر؟ ما عندنا اخلاق لنمد ايدنا على طفله؟ لا يخزي العين عنكم، كلكم ضمير وشرف واخلاق، الشرف عم يشرشر منكم. بشرفي يا شباب وقت اللي قلت معها ايدز علي الحرام علي الحرام نشف الدم بعروق. الله يفضحك على هالخبر. ان شاء الله صدقتها بدك اجدب وابا. لك هي عم تكذب علينا يا مجنون مشان نحن نحل عنا وتنفذ بنينا، وقالت ايدز لانه قلع المرض بالدنيا وبيعدي بصراحة. وهيك كذبة ما بتمشي غير على اجدب مثلك. بالله وبركم مع ايدز عن جد يا فهمان. لك حمار انت حمار، دكتورة ومع ايدز دكتورة؟ لك شو نايم البنت جنبها بالغرفة؟ لك يمكن تكون اختها بنتها لك اخي قرايبتها. فارس مشان الله اسلو حرارته. لك حاجة يا لس هذا في دم لحتى يكون عنده حرارة. وحياة جوز عيونك راح تاكل اصابيعك ندم لانك طيرت احلى اكلة منك. تاكلك الاكلة منك الو. تعبنا بالفارس. عنا عسل؟ عنا دبس دبس عنا. طيب عمو وشو صار بعدين؟ معلش سيادة العقيد تركلت فيه، هلأ ما حتقدر تاخد منا شيء. كل ما أخذنا أقوال على بكير كل ما استطعنا نلقي القبض على المجرمين أسرع. استنى عليها شوي ولو ربع ساعة ترتاحوا ونضيفكم. ضيفينا؟ ما بصير نحكي قدام الصغير. نسرين خدي مريم وخليكي معها. دكتور الله يخليك خليك معه. حاضر. هدول بني آدمي؟ هدول مو بني آدمي؟ مين هدول؟ رح نعرف رح نعرف مين هدول اللي بلا ضمير. الناس بتطلب الحلو بعد ما هيك. وانت استاذ سعدون شلون بتقيم الكيس عن وجهك؟ ما بيستطعم اذا في كيس ما بيستطعم. اي والله ما بيستطعم.
لك يا حباب يا فهيم، اللحم على اللحم غير النايلون على اللحم. بس انت هيك يا فهمان كشفت وجهك قدامه. لا تخاف لا تخاف، خوفه والعتمه والدموع اللي بعيونه ما راح يخلوها تميز شيء. لك انت نسيت انه في بوجهك جرح على راسك يا بني ادم؟ اي والله بهي معك حق. سعدو انت غلطت كثير اخي، ما كان لازم تشيل الكيس عن وشك. شو هالحكي؟ اخي كانت الدنيا عتمه، منين بدك تميز الجرح يعني؟ لك اخي ما راح تميزه، ما راح تشوفه، بس بتحس فيه لما بيلمس وجهه. بعدين ضو القمر كان قوي فيها تشوفك. لك اخي كانت مغمضه عيونها هي، منين بدها تشوف شيء يعني؟ وينك سعدو؟ انا رايي ما اطلع من البيت بنوب من هلا لحتى ننزل على الشام. شو هاد؟ طبعا يا اخي مثل ما عم اقول لك، يعني نحن بكره بالليل بدنا نقز على مستودع ابو الفوز نسرقه وناخذ تاكسي ونسافر على الشام. واذا تذكرته خليه يدوروا عليك ليشبعوه، ما راح يلاقوه، صح ولا لا؟ اخي ما شافت شيء، وحياتكم ما شافت شيء. طيب تراهنوا؟ ايه اثنين اللي اعتدوا علي، والثالث كان واقف معهم بس بعدين اختفى. طيب انت قلتي لي انه كانوا لابسين اكياس نايلو على وجوههم، معناته اذا شفتيهم ما رح تعرفيهم. كانوا وحوش بلا ملامح، بس اصواتهم بعرفها منيح، لساتها بأداني لهلا. انفاسهم بس نزلت على جلدي. طيب تذكرتي شيء ساعدنا بإلقاء القبض عليهم؟ واحد من الاثنين قام الكيس على راسه. شفتي وشه منيح؟ يعني مو منيح بس في جرح بوشه، السيف اللي شفته لدقنه. متأكدة؟ يمكن، ما بعرف. لا أكيد في جرح بوشه. هالعلامة اللي انتي عم تعطينا اياها رح تساعدنا بإلقاء القبض عليه هو ورفقاته. هتشنقون؟ للأسف عقوبتهم ما بتوصل للشنق. لازم تشنقون، لازم يموتوا. يا مايا اهدي، هن ميتين. هلأ الفيروس صار بدمه. دكتورة ممكن الفيروس ينتقل لهم بهالسرعة؟ ممكن كتير، بس شو؟ يمكن ما ينتقل؟ انتي بدك المرض ينتقل لهالزعران؟ لكن ما بدي، بعد كل اللي عملوا فيه. مثل ما نقل لي المجنون الفيروس، لازم يكون نقلت لهم اياه. هن انطلبوا، لازم يكون اخذوا. اذا اخذوا الفيروس وما قدرنا نمسكهم بتكون كارثه. طالما هدول زعران لهالدرجه وما عندهم اخلاق، تخيلي لكم وحده ممكن ينقلوا المرض. واللي راح ينتقلوا المرض راح ينقلوه لغيرهم بدون ما يعرفوا. وحسيبي عدد الضحايا اللي ممكن ينصابوا بهالمرض. ساعتها رح تدعي لربك وتتمني انه ما يكونوا اخذين الفيروس منك. لا ادعي لربي يكونوا اخذينه، يا رب يكونوا اخذينه، يا رب يكونوا اخذينه.